او يعمل معاه فاول قوي يكون في تدخل ويعني يعني حاله استثنائيه لميسي. طيب ريال مدريد بيبدا خلاص فتره الاعداد للموسم الجديد بغيابات كثيره، يعني بدا ريال مدريد فتره الاعداد للموسم الجديد النهارده بثلاث لاعبين. نتكلم على بلينغهام وابراهيم دياز والتركي الشاب الجديد اردا جولر، ده طبعا اللي كان طبعا يعني عليه خناقه كبيره جدا جدا. بلينغهام طبعا من بعد انتقاله من دورتموند الى ريال مدريد، وكان النهارده في فحوصات طبيه قبل جلسه المران اللي هيجريها الفريق مساء اليوم، وفي غياب اللاعبين الدوليين زي ما حضراتكم عارفين. كان في مفاجاه النهارده حضور فران جارسيا ده الحارس الاوكراني وكمان اندري لونين بعد طبعا قرار عودتهم للفريق قبل يعني انتهاء العطله ب 10 ايام. هيرجعوا عشان يسيروا على خطي طبعا زي دي الصوره اللي بكلم حضراتكم، ويمكن خلينا نقف عندها شويه. شوف عندنا تقريبا بتتكلم في 9